مشاهدينا، والنهاردة بنبدأ أولى حلقات برنامج كل الكلام. كل الكلام هو بيستهدف الأسر المصرية، يعني هندخل جوه كل بيت في أسرة مصرية ونعرف إيه مشاكلهم اللي بيفكروا فيها. مؤخرا ابتدت تزيد جدا نسبة الطلاق جدا في البلد، يعني بنلاحظها بطريقة فظيعة جدا. تمام، احنا الوقت الجاي ده هنعرف إيه المشاكل اللي بتسبب بين الطرفين إن يحصل طلاق، إن يحصل مشاكل. هنعرف ده من برنامجنا كل الكلام. فاصل صغير وهنرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني، والنهارده هنتكلم عن اختيار شريك الحياة. ازاي اقدر اختار شريك الحياة؟ اساس كل بيت وأسرة هما طرفين، أب وأم، في الأول اختاروا بعض. فإحنا دلوقتي هنعرف إزاي نختار صح. لو اخترنا صح مش هيحصل لا خناقات ولا انفصالات ولا طلاق. من البداية كده هنعمل معانا أول حاجة 6 حاجات مهمة جدا هنعرفها في اختيار شريك الحياة. أنا أتقدم لي واحد أعرف إزاي إن الشخص ده مناسب أو كويس ليا أو مش كويس ليا. أول حاجة هعرفها انك عايزه تعرفي بني ادم بجد، او انت عايز تعرف شخصيه بجد، حاجه واحده. شوفوا ازاي بيتعامل مع اهل بيته، شوف ازاي بيتنرفز، بيتعصب، كويس، هادي، رياكشناته بتبقى ايه في اي حاجه جوه اهل بيته. لان لو انت دلوقتي بالنسبه له شخص مرغوب فيه شويه، هتبقى شخص معتاد عليه، يعني هتبقي انت في بيته بعد كده على طول، فهتبقي مش في الشغف واللوع والحب لا، انت موجوده، انت خلاص متواجده. نفس الشيء للراجل، هي انت بالنسبه لها بقيت موجود. فانت عايز تعرف شخص، شوفه ازاي بيتعامل مع اهل بيته بالظبط، هتعرف هو ده نفس الشخص اللي هيتعامل معاك في بيتك في حياتك. تاني حاجه، ما اقولش انه ده انا عشان بحبه هستحمل معاه حاجات كتير، لا مفيش الكلام ده. لانه الحب بيتبلور كده وبيتغير وبيتمحور، بيتقلب ماشي من حب لشغف، وان انا عايزه اشوفك وعايزه اشوفك لحاجه ايه ممكن تبقى فيها الموده والرحمه، اوكي، بس بتتحول لحاجه تاني. ممكن تحصل مشاكل، ممكن تحصل انه القلب باسم القلب نفسه اسمه قلاب، يعني بيتغير. يعني النهارده اللي بيحبك ممكن شوية يقل، ممكن شوية ما يحبكش قوي. فطبع القلب اللي اسمه قلب فهو قلاب، بيتقلب. فما تعتمدش على الحب أبدا، دي تاني حاجة. ما أقولش عشان بحبه وأنا هموت ولو ما خدتوش ومش عارفة إيه والحاجات دي كلها. وعلى فكرة النهاردة كمان هكلمكم عن أنواع الحب، لأن ليه أنواع. هو مش أنا عشان بحب بني آدم يبقى هو الشخص ده أنا كده بحبه، لا، ده فيه 7 أنواع، وهتعرفي أفضل نوع فيه إيه. وإنت كمان هتعرف، لأن أنا بستهدف الولد والبنت، لأن إحنا كمجتمع لازم يكون ما بيننا ميزان. ميزان اللي هو النص، والنص الكفة عشان تبقى موزونة لازم تبقى 50% و50%، ما ينفعش تبقى في حاجة أقل وحاجة أعلى. تالت حاجة عايزة أتكلم فيها، أني لما باجي أختار شريك حياتي مش هقول أنه العقل بس اللي هيفكر. العقل هو بياخد القرارات وممكن يبقى متردد، لكن القلب بياخد المشاعر والعاطفة، فهتلاقيه مش متردد أساسا. فهتلاقيه أن الشخصية بتقولك إيه، لا أنا هاخد ده خلاص. طب فكري، لا أنا فكرت، أنا كده تمام، أنا هاخد الشخص ده، مش هتفكر في أي حاجة تاني. تمام، فمعنى كده اني انا لما اجي اختار شخص اختاره صح، ما اختاروش بحته انه قلبي بيقول مش عارفه ايه وعقلي بيقول ايه. احنا هنطلع لفاصل صغير وهنرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في اختيار شريك الحياة. دلوقتي تالت حاجة معايا ان انا بتكلم فيها الطباع.
ازاي ان انا لما هاخد بني ادم هقول ايه ده انا هغير طبعه؟ استحالة ان انت هتغيري طبع بني ادم، او استحالة ان انت هتغير طبع بني ادم. الطبع هو طبع، هنقول ان الطبع يغلب التطبع. يعني لو هو انسان عصبي هيفضل عصبي مش هيتغير ويهدى، لو هو انسان بخيل ما هيفضل بخيل مش هيتغير ويبقى كريم، لو هو انسان مسيطر هيفضل مسيطر مش هيتغير ويبقى انسان هادي وراسي. فالمهم في اختيار شريك الحياة اني اقدر اتأقلم مع العيوب مش مع المميزات. كلنا في الدنيا عندنا عيوب، مفيش حد فينا مفيش عيبين ثلاثة فيه، مفيش. لما باجي اختار بقى شريك الحياة اشوف العيوب دي انا هقدر اتأقلم معاها ولا لا. هتأقلم ان هو شخص بخيل، هتأقلم ان هو شخص عصبي، هتأقلم ان هو شخص مسيطر، هتأقلم ان هو ايه، انا هقدر اتعايش على ايه. نفس الكلام للبنت للولد، انت هتقدر تتعايش معاها ازاي؟ هي مثلا شخصية عنيدة كلمتها لازم تمشي، طب ما هو لو عنيد ومسيطر هتبقى الحياة شكلها ايه؟ صعبة جدا. للمعلومة انه اي حب بينتهي ما بين حاجتين هما العند والسيطرة. لو في عند انا هعند وهنا هسيطر على الشخص اللي قدامي، النهاية دي بتبقى حتمية نهائية مفيش كلام فيها، لان ساعتها حتى لو في حب هيموت، هيموت بين حاجتين، هيتقتل مش هيموت كمان. رابع حاجة معايا لازم وانا بختار شريك الحياة اختار اب او ام لولادي، علشان بعد كده يفتخروا بيه او يفتخروا بيها، يقولوا ميرسي بجد ليك يا بابا وميرسي جدا ليك يا ماما ان انت اخترتي الشخص ده، وميرسي ليك ان انت اخترت لي الام دي. ليه؟ لانه انت لما بتيجي تختار بتختار على اساس ان دي هتبقى فخر لولادك. فاختار صح واختاري صح. هي الحياة اختيار. الفشل اللي بيحصل في البيوت اللي انا بشوفه كتير جدا انه كان من الاساس الاختيار كان غلط، كان اساس الاختيار خاطئ. لو الاختيار كان صح ما كانش هيبقى فيه اتنين بيتخانقوا ومشاكل وحياة بتقع. لا، نعرف ازاي نختار من البداية صح. عندي سادس حاجة اني لازم في اي علاقة بين اتنين الراجل 100% هو شخص ليه كيان، ليه هو كان عايش لوحده، يعني عايش ليه صحابه وليه ناسه، بيروح النادي بيروح الجيم بيروح مش عارفة فين، وهنا بتيجي البنت برضو بيبقى ليها شغلها وليها اصحابها وليها حياتها، فده كيان 100% وده كيان 100%. تمام. لما يجوا يتجوزوا مش هقول هخليهم 200 مع بعض، لا، هنخليهم نص من هنا 50 ونص من هنا 50، وهسيب 50 للراجل و50 للست. بمعنى ان التواصل شيء مهم جدا ما بين الطرفين. يعني لو هما مثلا اتنين بيشتغلوا مع بعض وبيشوفوا بعض في الشغل وبيشوفوا بعض في البيت وبيشوفوا بعض طول اليوم، تمام، فين فترة اللي هي 50% للراجل اللي هو يعني ينزل مثلا يشوف اصحابه؟ ايه المشكلة لو نزل يشوف اصحابه؟ لا، هي ممكن ساعتها تعمل كارثة، انت نازل تشوف اصحابك ليه؟ ما انت اولى تقعد معايا، يعني انت تنزل تشوف اصحابك وتسيبني انا؟ طب ما هو معاكي على فكرة من الصبح، يعني معاكي فترتين اللي هو الصبح ورجع واكل ونام، سيبيه ينزل، لانه هنا هيحس انه اتخنق، هيحس انه اتكبت، انا ليه وصلت نفسي للمرحلة دي. تمام. نفس الكلام للراجل، سيبها تخرج مع اصحابها وصاحباتها ويتفسحوا ويخرجوا ويروحوا وييجوا، ما تكبتهاش، لان هي بتبقى مثلا في شغلها وفي البيت وفي الولاد ومش عارفة تعمل ايه، وممكن تكون بتخرج مرة مثلا كل 10 ايام ولا مرة في الشهر لو لقيتها كمان، لان الناس كمان اللي بيشتغلوا ما بيبقاش عندهم اساسا وقت نهائي لأي خروج ولا فسح ولا الكلام ده نهائي. فأسيب لها 50% بتاعتها، يبقى أنا هنا في ما بيننا تواصل وفي ما بيننا اختلاف. تواصل واختلاف. اختلاف ممكن يكون هو بيحب حاجة معينة هي مش بتحبها، لازم يبقى ما بيننا الاختلاف مطلوب، لأن احنا عشنا شخصيتين مختلفين من بيئتين مختلفين. فأهم شيء في الارتباط إني أسيب الطرف التاني براحته شوية، ما عودش كاتم عليه وانت بتكلم مين وانت بتكلمي مين وانت بتعمل ايه وانت لان هما كانوا براحتهم جدا،
لما نيجي بعد الجواز الاتنين يقفوا لبعض للوحدة هتبقى صعبة جدا. لازم يكون في ما بينهم ثقة متبادلة، دي أهم شيء جدا في أي علاقة، إن أنا واثقة في الشخص اللي قدامي وهو كمان واثق فيا. وزي ما قلت هنخليها 50 و50 ومش هنقفلها 100 و100، عشان لو اتقفلت كده بتنهي كل العلاقات اللي في الدنيا. هنطلع لفاصل صغير جدا واستنوني، وهنرجع دلوقتي بعديها في ايه هي علامات الحب وايه هي عندنا 7 مراحل للحب. فاصل وراجعين. ولسه مكملين، هنقول على انواع الحب. هو في انواع للحب؟ اه في انواع. يعني لما تيجي واحده كده تقول لك انا بحب فلان، لا طب ما انت بتحبيه على اساس ايه؟ نوع الحب هيفرق في العلاقه فيما بعد. بمعنى انا مثلا اول نوع عندي هو حب الجسد. وعايزه اقول لكم حاجه قبل ما اقول لكم انواع الحب، ان الحب حاله وليست شعور. يعني دايما لما واحد يحب حد يقولي انا عايش حالة حب، لكن الشعور، الشعور ان انت جعان او عطشان او تعبان، ده الشعور. تمام، ده الفرق بين الحالة والشعور. اول حالة عندي في الحب هو حب الجسد. يعني بمعنى ان تلاقي بنت شافت ولد عضلات بقى وشكله ايه، واو فظيع، لا انا حبيته. انت حبيتيه اه، بس انت حبيتي شكله. حضرتك بعد الجواز العضلات دي هتتحول الى كرش، تمام؟ فاللي انت شايفاه ده هيتحول لشيء تاني بعد الجواز، فانت هتتصدمي، هتبقي ايه؟ مصدومه، لا مش هو ده اللي انا كنت عايزاه، مش ده اللي انا واخداه، ده ايه ده، انت اتغيرت كده ليه؟ انت حبيتي حب زوال هينتهي، اللي هو ياخد له 3 4 سنين وبينتهي، ده ما بيعش ومش بيكمل. نفس الكلام للولد، تلاقي بقى شايف بنت ايه جميله وقمر، واعتمد ان هي شكلها قمر. طب هي الست دي او البنت دي هتجوز وهتخلف وهتبقى حاجه تاني وهتضرب ويبقى معاها 3 4 عيال بيجرجروا وراها، يبقى انت حبيت ايه؟ الشكل. دي مشاكل اللي بتحصل في كل بيت مصري. معقوله هي دي اللي انا اتجوزتها اللي كانت فراشه وكانت بتطير، ومعقوله ده اللي انا خدته وكان مش عارفه ايه وبقى تحول الى حاجه كده وبكرش وقاعده؟ لا، هي دي المشاكل اللي بتحصل وبينتهي فيها الجوازات. دي واحدة من الوحيد، ده مسموش حب، لأن حب الجسد هو ما يعتبرش حب. تاني حالة عندي وهي حب الروح. أنا بفضل على فكرة أكثر حب فيهم هو حب الروح، أحسن حالة. ليه؟ حب الروح، الروح دي اللي احنا بنتنفسها، اللي هي هنا، اللي هي طالعة دي، تمام؟ الحب ده ملوش زوال الا بانتهاء طرف من الطرفين. يعني بنسمع دايما انه في ناس واحد مات ومفيش 3 4 ايام ومراته ماتت وراه. ليه؟ لان هم ارتبطوا بالروح، ارتبطوا روحيا، حبوا روح بعض، ما قدروش يستغنوا عن بعض. دول علاقه ممتازه، مش علاقه، لا علاقه فوق الممتازه كمان، علاقه ما بتنتهيش الا بزوال الروح نفسها. ودي احلى انواع الحب. فلو لقيتي شخص بتحبيه حب روح، ده تمسكي فيه. وانت نفس الكلام، لو لقيت بني ادمه بتحب روحها من جوه وتقول الله دي روحها حلوه، دي جميله، ممكن يكون شكلها على فكره مش حلو او شكله مش حلو، ساعتها بتحسي ان هو اجمل واحد في الدنيا، وانت بتحس ان هي المانيكان، مع ان هي عاديه جدا وهو عادي جدا. حب الروح ده احسن انواع الحب. ثالث نوع عندي هو حب التسلية، اللي هو ماشي اليومين دول، اللي هو أنا فاضي أسبوعين ثلاثة دول، تمام، أسلي نفسي بأي واحدة يعني. وتلاقيه دايما يقول لها إيه، أنت مراتي، أنت مراتي يا بت، يعني أنت مراتي دي اعرفي إن مش هياخدك. الكلمة دي وحديها تكفي إن الشخص ده بيضحك عليكي. لأي بنت لو اتقالك الكلمة دي اسمعي مني، ده بيضحك عليكي بجد. لكن ده بقى الشخص ده بيحصل ايه؟ ده بيتسلى اسبوعين ثلاثه ويقعد بقى يجيب دباديب ويقول كلمتين حلوين، وبعد اسبوعين ثلاثه تقولي له مثلا تعالى اتقدم لبابا او لماما، نعم، هتلاقي بقى كل المشاكل جت.
ماما تعبانة وجده حصل له مش عارفة ايه واخوه تعب وراح المستشفى ومش عارفة بيتهم وقع وافلس وكل بصي المشاكل هتحصل في اللحظة دي. فحب التسلية ده مش حب اساسا، ده ناس بتتسلى ببعض وبتنتهي بانتهاء انك تقولي له تعالى تقدم لبابا. حاجة تاني بقى، حب الأمومة. حب الأمومة ده في ستات بتعتمد عليه، هو مش وحش لأنه طبيعة البني آدم كان جوه رحم أم، تمام؟ فطبيعتنا بنحب الاحتواء، بنحب اللي يحتوينا، والراجل تحديدا بيحب اللي يحتويه. فتلاقي دايما الراجل أو الولد يعني يميل إلى أمه، والأم تميل إلى ابنها، يعني بنلاحظ الموضوع ده، عكس البنت تميل إلى أبوها والأب بيميل لبنته، تمام؟ فهنا حب الأمومة دي إن هو هتعامليه زي مامته بنسبة 30%، ما تزوديش عن 30%، لأنه أكتر من 30% هو هيبتدي يزهق. إزاي بقى؟ ماما بتتعامل معاه الصبح، فطرت، أكلت، شربت، لبست الفانلة عكس الفانلة، مش عارفة قابلت مين، طب البس الجاكيت، طب هو حب جميل جدا لانه في حنان، في عاطفه، وهو بيحتاج ده، تمام؟ بيحتاج جدا انه يقعد مع مامته ويسمعها وتسمعه، لان هي الوحيده اللي هتكون معاه وبتقول له الصح والغلط، لان مفيش حد في الدنيا هيحب اي شخص قد امه. الام هي الدرجه الاولى. بس مش معنى كده ان حب الامومه هتفضل 100%، اللي هو الصبح بتفطريه والغدا بتعشيه وبالليل بتنيميه ما هو مفيش ولا عاطفه ولا رومانسيه، فانت كده بقيتي دور ماما مش دور الزوجه. فان انت توازني ما بين ده وده، بس مش بنسبه حتى 50 ل 50، انا بقول بنسبه 30 لنسبه 70. لازم يبقى فيه نوع من انواع الامومه اوكي، ونوع من انواع الحب اوكي، بس لازم يبقى فيه رومانسيه. بعد كده هيبقى عندي حب الذات. حب الذات هتقولوا ايه حب الذات ده، يعني ازاي يعني ايه احب نفسي؟ ما انت لو ما حبيتش نفسك مش هتقدر تحب غيرك. لازم انت جواك تكون بتعرف بجد تحب نفسك. حب نفسك عشان تقدر تطلع الحب اللي جواك ده لغيرك، لكن مش تحب نفسك من في ناس بتاخدها ايه سلبية وإيجابية. في ناس تحب نفسها اللي هي انا وبس ومفيش بعدي، لا دي اسمها نرجسية، ما اسمهاش حب النفس، بس دي اسمها النرجسية، ان انا شخص نرجسي كده بحب نفسي بحب حياتي انا وبس وما فيش غيري. لكن حب نفسك وحب غيرك وحب اللي حواليك، لانه فاقد الشيء مش هيقدر يديه اساسا. انا لو ما حبيتش نفسي ازاي هقدر احب الناس اللي حواليا؟ النفس دي شيء مهم جدا، شيء لازم ان انا اتعامل معاها بحب عشان اقدر احب كل الناس اللي حواليا. عندي هنا حاجة تاني في اختيار شريك الحياة، لازم في فترة الخطوبة، أهم حاجة في فترة الخطوبة إن هي ما تبقاش قصيرة وما تبقاش طويلة. بمعنى في مثل يقولك إيه، ولا تذم ولا تشكر غير بعد سنة وست أشهر. طبعا هو سنة وست أشهر كتير، بس لازم الناس تدخل في مشاكل مع بعض. لو ما دخلتش في مشاكل فترة الخطوبة ولازم تحصل خناق، ولازم ان احنا نتخانق مع بعض عشان نشوف لما نتخانق هنتصالح ازاي. لكن لو قدرنا ان احنا بنحب في بعض فجأة بقى كده يعني لا بينا ولا علينا وطلعت مشكلة، يعني هي بقى قاعدة في البيت وجي مثلا ما لقاش الاكل، هو متعود مثلا مع ماما ان بيجي يلاقي الاكل وجي ما لقاش الاكل معاها، هتحصل مشكلة كبيرة وتبقى خناقة كبيرة. لكن من الاول في فترة الخطوبة لو احنا فاهمين بعض ومرينا بمشاكل، انا بقول لازم ندخل في مشاكل عشان نعرف الطرف اللي قدامنا اذا كان عصبي هقدر اتعامل مع عصبيته ولا همشي واسيبه. ما انا ممكن ما اقدرش اتعامل مع حد عصبي، عصبي ايه ده، ايه ده انت بتزعق انت بتعمل، لا انا ما اقدرش، هتنسحبي. وانت نفس الكلام لو هي مثلا شخصيه صعبه ومش وعنيده ومسيطره، انت هتنسحب مش هتقدر. عشان كده بقول احنا لما بنيجي نختار شريك الحياة بنختاره بعيوبه اللي هنقدر نتأقلم بيها مش مميزاته. ما نقدر اتعامل مع مميزات فلان وفلانة وفلانة وفلانة، كلنا هنتعامل بالمميزات عادي جدا، لكن العيب نفسه
انا هقدر اتعامل فيه، انا هقدر اتعامل مع شخص عصبي، شخص مسيطر، شخص بخيل، شخص نرجسي، انا هعرف اتعامل مع ايه. اهم حاجة ان اقدر اتعامل مع الشخص بعيوب. حاجة تاني، في ناس بتاخد فترة الخطوبة شهر، دي حالة انا شفتها شخصيا، يعني شهر واحد كانت جه العريس بالشبكة تمام واتجوزها وما كملتش تعليمها وسافرت بره. شهر هي اتصدمت، يعني هي عاشت بعد كده حياة عايزة اقول سواد، سواد السواد بمعنى الكلمة، لان ما عرفتش الشخص. كان من غلطتها انها كانت لازم تصبر. هنا ما اقدرش اقول ان دي قسمة ونصيب، لان ده اختيار، انا كده اخترت. قسمة ونصيب لما انا اكون تعبت وعملت وعملت كل المجهودات وخدت كل الخطوات دي كلها واخترت البني آدم. هتختاري صح وتختاري غلط، في النهاية هي هتبقى في الحالة بعد ما بنخلص كل خطواتنا دي، دي هنسميها قسمة ونصيب، لاني تعبت في الشيء حاولت فيه. لكن ما حاولتش ورحت اتجوزت بعد شهر وسافرت بره واتغربت عن بيتي واهلي وحياتي اللي هنا وعشت بره، طب ما انا هلاقيه انسان خاين، انسان بخيل، انسان طماع، انسان هلاقي فيه كل العيوب اللي انا ما عرفتهاش. فترة الخطوبة لازم تمر عليها 4 مواسم، 4 فصول السنة لازم تمر على فترة الخطوبة. ممكن اكون اتخطبت وعارفاه قبليها بست سبع تمن شهور، بس عارفاه، عارفة الشخص او عارف او انت عارفها، مفيش مشكلة. اهم شيء يعدي عليا صيف وشتاء وخريف وربيع، دول شيء مهم جدا حتى في نفسيتنا، لان احنا نفسيتنا بتتغير، طبع النفسية بتتغير من موسم للتاني، من شتاء للصيف. تلاقي ناس كده بتتنرفز فجأة، ناس تانية بتبقى هادية شوية، ناس بتطلع مودها وبينزل. فاختلاف الفصول لازم اعدي بيها فترة الخطوبة عشان ما تفاجئش انه ايه ده، ده بقى عصبي، طب ما هو ما كانش كده في الخريف، لا ده بقى كده في الصيف. احنا في كل موسم بنتغير. هناخد فاصل صغير جدا وهنرجع لكم تاني وهنكمل بقية البرنامج في اختيار شريك الحياة. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم، ودلوقتي هنتكلم عن ازاي ان انا اعرف الشخص اللي قدامي اللي بتعامل معاه ان بخيل ولا مش بخيل. حاجة بسيطة جدا، انت هتاخديه معاكي في مطعم او في مكان ماشي وقعدي تمام، اطلبي حاجة واحدة، بعديها بنص ساعة اطلبي حاجة تاني، شوفي هيعمل ايه، رد فعله ايه، هيقول اوكي تمام خدي، طب او هو اللي هيعزم ممكن كمان يقولك طب هتاخدي ايه تاني، ده انسان كريم. لو لقاكي خدتي حاجة تاني او بتطلبي حاجة تاني وقالك ايه ده انتي مش لسه طالبة دلوقتي، انتي بتهزري ولا ايه، ما خلاص احنا خدنا، احنا نقعد بقى، انتي بتاخدي تاني ليه، اعرفي ان الشخص ده شخص بخيل جدا. وعايزه اقول لكم حاجه، البخيل في الماده هو بخيل في المشاعر، هو بخيل في كل شيء، لان البخل هي بتبقى في الشخصيه نفسها، في كل حاجه فيه. فانت ما تبصيش بس للماده، لا بصي لكل حاجه، بعد كده هتلاقيه بخيل في كل شيء. تاني حاجه، في شخص كده ممكن تقولي عليه اللي هو ابن مامته، اعرفه ازاي ان ده ابن مامته، يعني دي طبعا حاجه للبنات شويه، هتلاقيه دايما يقولك ايه، طب بصي كده لما نستنى نشوف ماما هتقول لنا ايه على لون الشقة، طب استني كده لما نروح نجيب المطبخ يمكن ماما تكون ليها رأي تاني، مش عايزاه خشب، عايزاه خشمونيوم، طب استني لما نشوف الشبكة كده ونجيب معانا ماما تختار لنا مش عارفة ايه، طب استني، هتلاقي كلمة ماما مترددة دايما في كل شيء. ده ابن ماما حبيبتي، يعني ده جميل جدا جدا جدا. يعني تالت واحد، وده يعني مش عايزه اقول عليه لانه كلمه مش لطيفه، هتلاقيه مش بخيل، ده بنسميه مش عايزه اقولها لانها مش ظريفه، بس
مش ظريف ان هو هيعمل الحركه دي. هتلاقيه دايما وهو قاعد معاكي في اي ريستوران تمام وبتطلبوا اوردر، هيقول لك اوه ده انا نسيت الفلوس، ياه ده اصلا انا وانا ماشي سلفت مش عارفه مين 300 جنيه وخدهم، ده انا دفعت الايجار ونسيت خالص ان انا انزل معايا فلوس. هتلاقي بقى ايه مشي ادى كل الفلوس اللي معاه للناس، ده حضرتك ما تقربيش منه اساسا لانه ده شخص يعني مش عايزين نقولها مش حلو خالص. في بعد كده هتلاقي كمان الشخص اللي هو البيتوتي، يعني هتعرفيه ازاي؟ انتي مثلا شخصية بتحبي تخرجي وتسافري وتعيشي حياتك وبتقضيها، يعني عايشة كده حياتك كانت كده قبل الجواز. هو بقى شخص كان مقضيها في البيت وبيحب قعدة البيت وما بيحبش الخروج وما بيحبش الكلام ده. لو جينا هنا وعرفتي هتلاقي بتقولي له مثلا الو يلا عشان ننزل، هيقولك ايه ننزل ايه في الجو الحر ده انتي بتهزري، استني لما الجو يبقى هادي شوية كده. طيب الجو بقى هادي دلوقتي، لا 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 انا تعبان وفي مسلسل عايزه اتفرج عليه، اصل في ماتش مش عارف عايزه اعدي. ده تعرفي ان هو شخص بيتوتي ومش هيتحرك من البيت نهائي لانه بيحب البيت. لو انت بقى جيتي تختاري تمام، انت كده هتقدري تتعاملي مع الشخص ده، الشخص البيتوتي اللي بيحب قعده البيت وانت كنت مقضياها خروج مع صحباتك؟ اكيد لا مش هتقدري. فمن الاول لازم يبقى في صراحه بين الطرفين، اني انا مثلا شخص بحب قعدة البيت، انتي بتحبي كده؟ لا انا مش بحب كده، انا بحب الخروج بحب الفسح بحب بحب بحب. يا ريت يا جماعة ما نمثلش على بعض في فترة الخطوبة، فترة الخطوبة هي مش فترة تمثيل وفي الاخر بنتفاجئ بحاجات تانية. خلينا طبيعيين، خلينا على عاداتنا، خليه يشوفك بكل اشكالك، يعني وانتي منعكشة وانتي من غير مكياج وانتي بمكياج وانتي لابسه حلو وانتي لابسه وحش، خليه يشوفك بكل حاجة. نفس الكلام للولد، خليك لطبيعتك ما تتجملش، ما تبقاش وانت ايام الخطوبه بتصرح ودقنك ومش عارفه ايه والدنيا دي، وبعد الجواز بتشوفك حاجه تانية وبتتحول. طب ما هي كمان يعني حقها تشوف منظر كويس. فياريت ما نمثلش على بعض في فتره الخطوبه لان دي فتره مهمه جدا جدا بيترتب عليها اللي جاي بعد كده. اللي جاي بعد كده هي مسؤوليه، فكل بنت داخله على فتره الجواز الوقت الجاي ما تفتكرش ان هي داخله هتفسح وهخرج، زي ما كانت ماما بتفهمها زمان ان لما تتجوزي اعملي اللي انت عايزاه، لما تتجوزي بيخرجي مع جوزك، لما تتجوزي بيتفسحي، لما تتجوزي بيعملي. للاسف البنات بتبقى فاهمه ان هي دي الحياه، الحياه مش كده خالص، الحياه مسؤوليه. قبل الجواز حضرتك كنت مسؤوله عن حاجه واحده ممكن تكون هي اوضتك بس، وبتقومي تلاقي اكلك وشربك وحياتك ودنيتك ومتدلعه جدا. بعد الجواز انت مسؤوله عن بيت كامل، بيت كامل، وبعديها هتزيد عليها اطفال، يعني هتبقي مش عارفه تعملي ايه ولا ايه من الاخر. فعشان كده بتحصل الصدمات دي، ان البنت تبقى فاكره ان هي هتتجوز وتخرج وتتفسح، واقيس فجاه تلاقي نفسها ان هي ايه اتصدمت في حياة تانية خالص ومسؤولية كبيرة، وتيجي تقولك أنا مش قد المسؤولية دي، أنا تعبت، أنا مش قادرة، حد ياخد الولد، حد ياخد البنت، حد مش عارفة إيه، أنا مش عارفة أنام. أنا ما هي دي بقى الحياة الزوجية عشان تبقوا عارفينها ومحدش يتصدم من الأول. حاجة تانية عايزة أقولها لكم، إحنا وإحنا بنختار قلت لكم إنه القلب والعقل لازم يبقى في موازنة ما بينهم. في ناس بتحكم عقلها بس، العقل هيبقى جاحد جدا في قراراته وصعب جدا في قراراته، القلب هيبقى لين. فأنا لما بحكم أنا عايزة 40-60 مش 50-50، 40 عقل لأنه قوي و60 قلب لأنه لين بياخد الشعور والمشاعر والأحاسيس. العقل دايما بيجي منه العند، بيجي منه السيطرة، بيجي منه الهيمنة تمام، لكن القلب المشاعر والعاطفة والحب. فلازم دايما أكون بوازن بين الاثنين. بس أنا أقول لكم في دي خلوها 40-60 أفضل وأنا بختار. في حاجة تاني عايزة أقول لكم عليها، اللي هي لما يقول لي تيجي تقول لك أنا بحب فلان وخلاص وهو ده اللي هاخده ومش واخدة غيره، في حين إن في ناس تانية شايفة إنه في عيوب كتير.
عايزة أقول للبنات اسمعوا كلام أهاليكوا في اللحظات دي، لأن هم شايفين في حب بنسميه حب أعمى، ما بيشوفش أساسا. اسمعوا كلام أهلكوا لأن هم خبرة، اسمعوا ناس الخبرة الأعلى منكم، لأن دول ساعتها يقولوا لكم الفايدة فين. لكن مش هو ده اللي هاخده والسلام. هتلبسي يا حبيبتي في الآخر، هتلبسي صدقيني، اسمعي مني هتلاقي نفسك بتقولي ايه ده، لا ده يا ريتني ما كنت سمعت كلام مش عارفه مين ومين ومين. يعني اسمعي كلام الكبار الخبره، وما تسمعيش كلام قلبك بس. قلبك حلو وكل حاجه وتمام جدا، بس اسمعي كلام الناس اللي بتقولك. اذا كان ده صح خديه، وكويس وابن حلال ومتربي وابن ناس خديه. قالوا لك لا بلاش، ابتدي ساعتها اسمعي صوت العقل مش القلب بس، لان ساعتها هتتصدمي وهتحصل بعديها نسبة الطلاق اللي احنا بنشوفها كل يوم، نسب عالية جدا جدا جدا. في النهاية انا عايزة اقول انه احنا كطرفين حياتنا كلها اتبنت من بداية الخليقة على آدم وحواء، ذكر وأنثى، الاتنين كفتين متوازنتين، الاتنين زي بعض، ربنا كرم الاتنين. فلازم احنا الاتنين نكون في الحياة ماشيين بنفس الموازنة، محدش يجي على حد، محدش يقول انا لا، يعني مش هروح احترمه جدا 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 واخليه هو فوق 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 واعمله كل حاجة وابتدي كفتي انا تنزل. طب ما انت لما كفتك هتنزل الدنيا هتطب هتقع منك. وما ينفعش العكس، ان انا هنا اروح محترمها وعمل لها وجايب لها ومسولها ومخليها فوق، اما هي كفه هتنزل. لازم اوازن الامور، موازنه الامور في كل شيء هتنجح اي علاقه، غير كده انا بشوف ان هي ما تنفعش نهائي نهائي نهائي. اخر حاجه هقولها لكم، هيبقى دايما معايا في حكمه في كل نهايه كل حلقه. حكمه النهارده هتكون معايا بتقول، اذا كانت ليك عينين ترى بها، لماذا ترى الناس بأذنيك؟ ألو، معانا تليفون؟ أيوة. مين معايا؟ أنا عندي مشكلة. اسم حضرتك إيه؟ رضوى. أهلا بيكي يا رضوى، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا دكتورة. متابعة البرنامج؟ طبعا. تمام، ليكي سؤال؟ ليه سؤال. بصي يا حضرتك، انا مخطوبه وبحب خطيبي جدا وهو بيحبني قوي، بس في مشكله بقى صغيره. ايه؟ انا عصبيه جدا وهو عصبي جدا، مش عارفين نتعامل مع المشكله دي. هو بيتعصب ساعات وانا بتعصب، فطلع الموضوع قفش مره واحده. هو بيقول لي المفروض انت تستحملي علشان انت ست وكده، وتستحملينه علشان الشغل والكلام ده، فانا مش عارفه اعمل ايه. ما انا ده اللي انا بقوله، انت هتقدري تتعاملي مع الشخص العصبي؟ يعني انت عصبيه وهو عصبي، انتوا الاثنين عصبيين، انت هتقدري تتعاملي معاه بعد الجواز؟ العصبيه هتزيد مش هتقل. يعني ايام الخطوبه انا بشوف ان الدنيا بتبقى اهدى بكتير، بعد الجواز الشخص اللي انت بتشوفيه حاجه بعيده عنك هو يبقى شخص معتاد عليه وموجود، فانت هتبقي موجوده ومضمونه في البيت. فهيتعصب هيتعصب، وهتشوفي العصبيه اضعاف مش اللي انت بتشوفيه ده بس. فانت لو مش هتقدري تتعاملي مع شخص عصبي انا انصحك بلاش، لكن لو هتقدري يبقى تكملي. فانا بعيد تاني، انا هقدر اتعامل مع عيب الشخص ولا لا؟ ممكن يكون في مميزات كتيره جدا، بس العيب ده مش مخليني اعرف اتعامل معاه، فيبقى صعب جدا. الو، بتحبني وانا بحبه. بتحبيه؟ ما هو انا بتكلم في كده، انت بتحبيه. هو بيقول لي لازم تتغيري عشان هو مش هينفع يسيبني. ما هو مفيش حد بيتغير. المشكله انا بقول له كده، هو بيقول لي لا، اللي بيحب حد بيتغير عشانه. لا، هو مفيش حد بيتغير عشان حد، عشان بس نكون صراحه، مفيش حد بيتغير عشان حد خالص. كل واحد هو ليه طبعه وليه حياته اللي اتربى بيها لمده 20 25 سنه. انتي اتربيتي في بيت ليكي طباع معينه، وهو اتربى في بيت ليه طباع معينه. في النهايه الطلاقي
واحد. يعني بمعنى انا عندي هنا اختلاف وهنا اختلاف، في اختلافات ما بيننا، الاختلافات اللي ما بيننا دي احنا هنقدر ان احنا نتعامل بيها ولا لا؟ يعني انتي قلتي لي ان هو عصبي وانا مش مستحمله العصبيه بس بحبه، بتحبيه، بعد الجواز صدقيني الحب ده هيقل بنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره يعني، هتلاقيكي بقى ايه، ايه ده انا خدت ده ليه يعني، فهماني؟ هتلاقيكي ممكن ما بينكم مواده ورحمه وكل حاجه، بس صدقيني ما تعتمديش على الحب بس، اعتمدي انك هتقدري تتعاملي معاه كعيب ده او لا، مش هتقدري انسحبي، هتقدري كملي، يبقى تستحملي العصبيه. وخلاص اتراضوا. طيب عايزه اقول لكم اخر حاجه وهي حكمه، حكمه دايما هقولها في نهايه كل حلقه. حكمه النهارده، اذا كنت ترى بعينيك لماذا ترى الناس باذنيك؟ يعني لو انا بشوف بعينيا ليه بشوف الناس بوديني؟ ما انا اشوفهم بعينيا بدل ما اسمع عنهم، لان في ناس كتيره بتحاول تغير وتكذب ناس تانيه كتير، فياريت نسمع من الناس ما نسمعش عنهم، ده شيء مهم جدا. وبكده للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، وكنت سعيدة جدا وأنا معاكم، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كل الكلام.